هنا في مدينة التربة جنوب شرق تعز، ترافق النازحين إليها قصص من الحزن وفصول من المآسي. لا يدرون ما الذي ستؤول إليه أحوالهم بعد أن فقدوا كل شيء جميل، ولا يجدون بصيص أمل للعودة إلى ديارهم. نحن في منطقة الجملة كنا ساكنين نحن أولادنا، فأتى وهدم بيوتنا ولجئنا إلى هذه المدرسة من أجل أن نحتمي، لكن إن شاء الله إرادتنا فوق كل شيء. بعد أن شردتهم حرب الميليشيا والمخلوع، أصبحوا أمام واقع يجبرهم على النزوح الذي لا سبيل إلى النجاة غيره. نحن هربنا من بلادنا، خرجونا نحن الحوثيين من بلادنا ونزحنا، حسبي الله ونعم الوكيل اللي خرجنا من ديارنا وجينا لديار الناس. قناة بلقيس تلمست معاناة العديد من الأسر التي خرجت قسرا من منازلها ولم تجد سوى المدارس، علها تقيهم من حرارة الصيف وبرد الشتاء وتخفف بذلك معاناتهم. ونزحنا من مقر رؤسنا سبب حرب الحوثي والذي شردحنا، سيما المستشفيات التي تتفاقم فيها معاناة النازحين نظرا لكثافة السكان في هذه المدينة، وفي ظل نقص الإمكانيات أيضا ترى عددا من الحالات مرمية على الأسرة يترقبون إما الموت أو فرج من الله آت. الطلاب كغيرهم من النازحين لجأوا إلى جامعة التربة كونها في منع عن الأماكن التي عبث بها أعداء الجمال والحياة. قصص من الحزن وفصول من المآسي ترافق النازحين إلى هذه المدينة الذين شردتهم الحرب وطالتهم الأيادي الحوثية. من هنا من التربة جنوب شرق تعز، فهمان الطيار لقناة بلقيس.